مساء الخير. فاقد الشيء لا يعطيه، هذه الجملة تنطبق على بيانات وتغريدات اليوم باعتبار يوم التسامح الوطني، لذلك شفنا أكو تسابق سياسي وحكومي للتأكيد على التسامح. وخلونا نستعرض الأحداث ونشوف التناقضات. نبدأ من كتاب مجلس النواب بفتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية. هسه تقول لي شنو علاقة فتح باب الترشح بالتسامح؟ أجاوبك، لو أكو تسامح كان السيد الصدر سامح السيد المالكي وقبل بالتحالف مع الإطار، كان الأحزاب الكردية تسامحت بيناتها واتفقت على رئيس جمهورية توافقي، وبشكل عام كان الأحزاب تسامحت وتركت الاتهامات المتبادلة والتسقيط والجيوش الإلكترونية. لكن الغريب بالموضوع أكو جهة ما كنا نتوقعها تسامح، اليوم كان حديثها صادم لجمهورها، وهي تحالف من أجل الشعب اللي يضم الجيل الجديد وامتداد اللي تقول أني أنتمي لتشرين. هذا التحالف الظاهر سامح الكتل السياسية اللي كانت خصمة بالتظاهرات وكان يتهمها بقتل المتظاهرين. أعلن اليوم أحد أعضائه وهو النائب حميد الشبلاوي أنه تحالف المستقلين يدعم حكومة الأغلبية، وكنا نعرف هذه الحكومة من يتبناها. هذا نقدر نسميه تسامح لو تخادم، لو تنطبق عليه مفردة أخرى نعوف المتسامحين. بالمقابل أكو ناس ما قدرت تسامح، مثلا النائب الأول لرئيس البرلمان السيد حاكم الزاملي ما قدر يسامح أمين بغداد وأرسل كتاب رسمي إلى رئيس الوزراء يطالب به بسحب يد الأمين لحين استجوابه في البرلمان. لكن هنا أحب أقول للسيد النائب، الناس ما أعتقد راح تسامحك، لأنه السبب اللي تستند عليه لسحب اليد هو فقط فشل الأمين بتقديم الخدمات لمدينة الصدر. زين، وباقي مناطق بغداد شنو وضعها؟ اللي نعرفه حضرتك حاليا تمثل كل العراقيين مو جمهور معين، وعلى هالأساس لازم يكون عملك للجميع. ومن باب التسامح كذلك، اليوم المحكمة الاتحادية قررت تأجيل دعوة محافظ نينوى السابق نوفل العقوب ضد لجنة بورغيف، لكن أعتقد هذا تسامح وقتي، وأكو قرار قادم قد يخلو من التسامح بشكل تام. وباعتبار نجيب نطاري زائر الليل، اليوم تلقينا أغرب منشور عن التسامح وهو منشور السيدة بورغيف اللي يذكر به يوم التسامح والتعايش الوطني لوحة رسمت بقلوب المحبين للحياة والعيش بسلام. وهنا بصراحة أنا عاجز عن التعليق وأترك الموضوع للسادة المشاهدين. زين، هسه نريد نحكي بلسان الشارع، احنا عندنا تسامح؟ نقدر نتنازل ونسامحكم بمناسبة يوم التسامح الوطني؟ أعتقد هالشي صعب. يا ريت تروحون لذوي الاحتياجات الخاصة اللي الظاهرة واليوم أمام وزارة العمل وتقولوا لهم سامحونا لأن هملناكم. تقدرون تخاطبون الشعب بأكمله وتقولوا لهم سامحونا على خراب 19 سنة؟ سامحونا لأن كل هذه السنوات بنينا بها ثروات وامبراطوريات وأنتوا حال الضيم حالكم؟ سامحونا لأنهم بسبب حروبنا العبثية والطائفية استشهدوا أبنائكم وأغلبهم بعمر الورد؟ سامحونا لأنه بسبب سوء إدارتنا وفسادنا خلينا داعش تسيطر على 4 محافظات وتالي رجعنا عليكم وريدكم تحرروها؟ تقدرون تقولون للخريجين سامحونا لأنه عيننا كل أقاربنا وبعد ما نقدر نعينكم بسبب تضخم أعداد الموظفين؟ ويا ريت تقولون للفقير سامحنا لأنه صعبنا عيشتك أكثر مما هي صعبة لما صعدنا سعر الدولار. شو نريد نسامح؟ وحدة؟ 2؟ الكارثة مو بس أنتوا علينا، وهنا احنا دا نحكي عن السياسيين. بعض التجار الجشعين هم صاروا ضدنا، لأنه بس سمعوا بأزمة عالمية خزنة والمواد الغذائية حتى يرفعون سعرها وإحنا مقبلين على شهر رمضان. دول نقدر نسامحهم؟ تعرفون بطل الزيت بيش صار اليوم؟ 4,500. جونية الطحين صارت ب52,000. كيلو العدس صار ب2000. الناس البسيطة شراح تأكل وشنو تنطي لأطفالها؟ بالمقابل شنو إجراءات الحكومة للسيطرة على الأسعار ودعم الطبقات الفقيرة؟ نا مو بس الناس ما راح يسامحوكم، حتى الله ما راح يسامحكم.